أحبائي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية، إذا من كتابي في اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي. اليوم إن شاء الله لدينا حصة جديدة، لدينا حصة حرف الزاي، حرف الزاي. إذا هذا هو حرف الزاي. جيد، إذا أسبوع 12 وحدة الثالثة صفحة 58. أحسنتم. قبل ما نبداو الحصة ديالنا ما تنساوش اللي ما مشتركش عندي اشتراك، وكذلك أيضا خليو ليا جيم لهذا الفيديو هذا. على بركة الله غادي نبداو الحصة ديال اليوم. إذا كما قلنا عندنا حرف الزاي. أولا أحدد المقطع الذي فيه حرف الزاي أو صوت زاي. جيد، ما هذا؟ هذا زي زيتون، زيتون، زيتون. انتوا باش بان لكم زيتون، زيتون، زيتون. اذا في نظركم في اي مقطع لدينا الحرف زاي؟ زي تون، زي تون. إذن في المقطع الأول زي. إذن سوف نقوم بتلوينه أو نضع فيه علامة داخل المربع، المربع الأول. جيد، ثم لدينا الصورة الأولى. ما هذا؟ هذه إي و ز تن، هذه إي و ز تن، إي و ز تن، إي و ز تن. نكتبها إي و ز تن، إي و ز تن. هذه إوزة. إذن في أي مقطع لدينا الحرف أو الصوت زاي؟ إي وزا في المقطع الثالث. إوزة هذا الشكل، هذا غادي نلونه أو نضع علامة بحال بحال. جيد، إذن ما هذا؟ هذا عكازن، عكازن، عكازن. نكتبها عكازن، عكازن. في أي مقطع لدينا الصوت زاي أو الحرف زاي؟ في المقطع الثالث أو المقطع الأخير، في المقطع الثالث أو في المقطع الأخير. نقوم بتلوينها بهذا الشكل أو نكتفي بوضع علامة في مثلا داخل المربع الثالث. إذن بالشكل هذا. جيد، أحسنتم. إذن ثانيا ألون الحرف زاي أو المقطع زاي. إذن رو زا من، رو جمع ديال رزمة، رو زا من كومة أو رزمة بحال هكا. رو زا من، روزا من، روزا من. إذن أين هو المقطع زاي؟ في المقطع الثاني. زا، رو زا، نقوم بتلوينه بهذا الشكل. إذن هنا في السؤال الثاني راه مطلوب لنا التلوين. إذن التلوين ماشي التحديد، التحديد يا إما نديرو بشي علامة أو نقوم بتلوينه. أما إذا طلب منا التلوين فنقوم بتلوينه مباشرة. جيد، روزامون. ثم لدينا هنا زهيرة، هذا اسم بنت، زهيرة، زهيرة. إذن حرف الزاي لدينا في المقطع الأول ز، ز هيرة.
قم بتلوينه بهذا الشكل، انتم اختاروا اللون اللي بغيتم، المهم هو انكم تلونه. جيد، ثم لدينا هنا كلمة او مقطعين او مقاطع. بازن، بازن هو نوع من انواع الطيور. بازن، بازن. اذا في اي مقطع لدينا الحرف زاي في المقطع الثالث. زن، زن، نقوم بتلوينه كذلك بهذا الشكل. بازن، لن تقرأ. إذا جمعنا هذه المقاطع هذو فراغ نحصل على كلمة بازن، بازن. إذا عادوا نقرأ هذه المقاطع هذو على شكل كلمة. رزمن، زهيرة، بازن. أحسنتم. إذا لدينا ثالثا أقرأ. إذا ز فرز، زو زلال، زي زمام، مز مزمار، زا زاد، زو زور، زي زيز، زن بازن، زن بارز، زن فارزين. إذا نعاودو نقراو الكلمات، قراو معايا نتوما. ز فرز، زو زلال، زي زمام، مز مزمار، زا زاد، زو زور، زي زيز، زن بازن، زن بارز، زن فارز. أحسنتم. إذن ما هذا؟ ما هذا؟ هذا بازن. لدينا هنا سؤال، طرحنا سؤال ما هذا، والجواب هو هذا بازن. ما هذه؟ هذه زرازير، هذه زرازير. إذن أحسنتم أحبائي الصغار، بكي تنكونوا سالين الحصة ديال اليوم. نتلقاو إن شاء الله في الحصة المجيدة. أنتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.